حياكم الله مشاهدينا. اليوم نحن في مدينة الظفرة وعبر شاشة قناة الظفرة وبالتحديد مهرجان الياسات اللي مهتم بإظهار التراث الإماراتي والصنع الإماراتي على أصوله. خليكم معنا في هذا الحدث المهم عبر شاشة قناة الظفرة نتعرف على هذه الفعاليات. خلال تجولك في المهرجان لابد من دخولك المعارض التراثية اللي متواجدة هناك، ومنها المعرض التراثي اللي يبرز تراث البحر في الإمارات وكيف كان أجدادنا وأبائنا يصنعون معدات الصيد والبحث عن اللؤلؤ. أما عن المعرض البحري فهو يبرز الماضي العريق لدولة الإمارات ويعرف حاضرها، واللي ليس له ماضي ليس له حاضر. طبعا ويانا احد زوار المهرجان، طبعا مهرجان الياسات التراثي هني ويانا سعيد، صح يا سعيد؟ صح. يا مرحبا يا سعيد، كيف زيارتك للمهرجان؟ المهرجان حلو جميل وكل شيء مرتب وكل شيء موجود الحمد لله، كل سنه احسن عن الثاني، هذا احنا نشوفه في المهرجان. جميل جميل سعيد، شفت التراث اللي موجود والمعارض التراثيه اللي موجوده صح؟ شو رايك فيها؟ التراث كل شيء جميل فيه وكل شيء مميز فيه. نعم. شو رايك اليوم في المهرجان ولا خلينا نقول نقول التراث اللي قاعد يبرزه ويظهر للناس سواء كان مواطن ولا مقيم حتى زائر؟ نعم، المهرجان من أروع ما يمكن، وتشوف فيه الأسر المنتجة منوعين في التراث، الشغلات التراثية من السدو وعندك الجهة البحرية يعني والبرية، كل شيء من أروع ما يمكن الصراحة. بين ساحات المهرجان المفعمة بالتاريخ الإماراتي تلقى المشاريع المنزلية الخاصة بالمواطنين متواجدة بكثرة، وهذا ما يعود على سكان منطقة السلع بالفائدة. تراث الإمارات تراث عزيز على شعب الإمارات صغاراً وكباراً، ولهذا السبب تلقى الكثير من المسابقات الخاصة باللبس التراثي للأطفال، ولهذا السبب تلقى الكبير والصغير متمسك بهذا التراث ويظهره في كل محفل وكل مهرجان ويتوارثه أجيالهم بكل فخر واعتزاز. طبعاً مهرجان الياسات مهرجان تراثي بامتياز في منطقة الظفرة، وعبر شاشة الظفرة ندعوكم لزيارة هذا المهرجان. وايد بتستانسون، وايد فعاليات، وايد مسابقات تراثية وأيضاً بحرية. حياكم في السلع في منطقة الظفرة.